أجواء عيدية فرائحية هنا في عيد الأضحى في محافظة حضرموت وفي مدينة تريم بالتحديد حيث نحن نتواجد. كما تشاهدون إذن اعتاد الأهالي هنا بعد أداء شعائر العيد للتوجه إلى هذه الأسواق الشعبية لشراء حاجيات العيد وأيضا لعب العيد لأطفالهم الذين يفرحون بهذه المناسبة بصورة كبيرة. أجواء إذن عيدية مختلفة ستشهدها هذه المنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. خلال أيام التشريق هناك فعاليات ثقافية مختلفة تنظم في مختلف الحارات ومختلف المناطق في المديرية. للتعرف هنا على أبرز مظاهر العيد في محافظة حضرموت يسعدنا أن يكون معنا هنا أحد الضيوف الدكتور صالح. حدثنا إذن عن مظاهر العيد في حضرموت وكيف هي عيد الأضحى في حضرموت ومن العايدين ابتداء. من العايدين الفائزين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحقيقة العيد في حضرموت غير ترى التكاتف الاجتماعي الكثير، ترى أيضا هناك مجموعة من البرامج تعمل هناك مساجلات شعرية، تعمل كذلك برامج العصر للأطفال. في كثير من مظاهر العيد الحمد لله اللي ما يحضر العيد في حضرموت تعتقد أنه لم يعيد. يحيى، إذن مظاهر عيدية مختلفة تشهدها محافظة حضرموت. الأهالي أيضا اعتادوا أيضا بعد الخروج من مصليات العيد للذهاب إلى البيوت، وتفتح جميع بيوت المدينة للتزاور ولتبادل تهاني العيد. فيما يخص أيضا خطب العيد اليوم أشارت بصورة كبيرة جدا إلى الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد وحقوق المعلمين، إلى جانب أيضا تحميل السلطات المحلية تدهور الخدمات، ودعتهم وطالبتهم أيضا بسرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية ومعالجة وضع الخدمات بشكل عام. إذن رغم هذه المنقصات أيضا لا زالت فرحة العيد ومظاهر العيد موجودة في عموم مناطق وادي حضرموت اليوم. عبد الله مؤمن يمن شباب من مدينة تريم حضرموت.